مش قادر أقف على رجلي. آخر كلمات طارق عبد العزيز قبل وفاته. حالة من الصدمة والحزن بيعيشها الوسط الفني بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز اللي رحل في لوكيشن التصوير وهو بيستعد لتصوير أحد المشاهد في مسلسله الجديد وبقينا اتنين بطولة شريف منير. كان في قمة النشاط والحيوية، هكذا وصف شريف منير حالة طارق عبد العزيز قبل وفاته. وأثناء تصوير أحد المشاهد وقع على الأرض وقال مش قادر أقف على رجلي، على طول نقلوه المستشفى الشيخ زايد وهناك مات. رحل طارق عبد العزيز عن عالمنا عن عمر يناهز 55 عاما. طارق عبد العزيز اتعرض لأزمة صحية في شهر يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله اللي شارك فيها كان مسلسل أعمل إيه بدور شوقي المحامي، والمسلسل من بطولة خالد الصاوي وصابرين. طارق عبد العزيز اتولد في محافظة سوهاج 4 أغسطس 1968، تخرج في كلية الحقوق، عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، وانضم لفرقة الورشة اللي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في الوقت ده، وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل، وكان أول أعماله السينمائية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي. ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس، ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي، وشارك مع عمرو دياب في فيلمين طول الليالي سنة 1999 والقصة في كلمتين سنة 2000. طارق عبد العزيز قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية، مسلسلات زي أعمل إيه وخارج السيطرة وسكر زيادة وقابيل وفكرة بمليون جنيه وريح المدام وغيرها من المسلسلات. كمان من الأفلام اللي شارك فيها يوم ملوش لازمة، فبراير الأسود، ساعة ونص، سيب ونسيب، كيمو أنتيمو، أول مرة تحب يا قلبي، وكمان مسلسلات إذاعية زي شيف الحارة، يخلق من الشبح 40، شربة السياحة، رومانسية بالأرانب. مات طارق عبد العزيز وهو سايب وراه أعمال كتير جدا وكمان سيرة طيبة. وداعا طارق عبد العزيز، وداعا الوجه البشوش.